نحن اليوم سعداء بالوصول إلى محطة تنظيم مؤتمرنا الخامس الذي اخترنا له شعار نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية، وهي محطة نريدها سياسية، وشهدنا في ذلك يعني بالبحث العلمي والدراسات المقارنة وحتى بنقد تجربتنا نقدا بناء من أجل بلورة أرضية السيادة الشعبية، وعيا منا بأن العالم اليوم يعرف انتكاس ديمقراطية والتنكر للديمقراطية وضرب السيادة الشعبية، ونحن نقول بأن استرجاع السيادة الشعبية هو الطريق من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية والحفاظ على استقلال قرارات الدول. وبالطبع هذه الأرضية ستناقش داخل المؤتمر إلى جانب كل الأوراق التي تم إعدادها، الورقة التنظيمية من أجل إحداث ثورة تنظيمية داخل الحزب، الورقة الاقتصادية لتقديم مشروع بديل اقتصادي في بلادنا، الورقة النسائية والشبابية، الورقة الاجتماعية التي ستضم يعني تصورنا لمشروع النهوض بالتعليم العمومي الجيد والصحة والسكن، الورقة الأمازيغية، الورقة المتعلقة بالهجرة، ورقة عميقة حول القضية الوطنية وقضايا أخرى ستناقش داخل المؤتمر قبل تعميمها. ونحن اليوم يعني سعداء بتنظيم مؤتمرنا وبتجديد دمائنا، وبالفعل نحن جزء من اليسار، وهذا اليسار الذي عرف تراجعا على المستوى الكوني فهو اليوم يعرف تجارب إيجابية، نحن نريد استخلاص ما يليق منها لكي نقوي مشروعنا التحرري، مشروع المساواة، المشروع المدافع عن البيئة. ونحن سعداء أيضا بالنظر إلى أن هناك العديد من المفكرين حتى الليبراليين منهم يقولون أمام ما يقع في العالم والأزمة المركبة واتساع الفوارق المجالية والاقتصادية بأن هناك حاجة للرجوع إلى السياسات الاشتراكية من أجل التوزيع العادل للثروة ومن أجل تحرر الإنسان والتقدم باتجاه مجتمع العلم والمعرفة والمساواة والمواطنة الكاملة.